السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن ملخص مباراة أسبانيا وألمانيا في المجموعة الخامسة من الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022، في المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت، وكان بيحكمها حكم المباراة داني ماكيلي. وهنروح نشوف تشكيل كل من منتخب أسبانيا وألمانيا وهنرجع لكم. وبعد ما شفنا تشكيل كل من أسبانيا وألمانيا هنروح لأحداث المباراة التي تعادل فيها منتخب ألمانيا مع منتخب أسبانيا بهدف لكل فريق في المجموعة الخامسة من الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022. أحرز أهداف المباراة هدف أسبانيا اللاعب موراتا في الدقيقة 62، فيما سجل هدف ألمانيا نيكلاس فولكرج في الدقيقة 81. في مباراة متوازنة ما بين الفريقين ومن أمتع مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، وبهذه النتيجة وصل منتخب أسبانيا إلى 4 نقاط، فيما وصل منتخب ألمانيا إلى النقطة الأولى في كأس العالم قطر 2022. وهنبدأ نتكلم عن المباراة. فمنعت العارضة الهدف الأول لمنتخب أسبانيا بعد ما سدد لاعب أسبانيا تسديدة صاروخية، ولكن الكرة بترتطم في العرض، وتألق حارس مرمى منتخب أسبانيا بعد هجمة سريعة لمنتخب ألمانيا، ولكن حارس أسبانيا يتألق ويتصدى لها ببراعة، ويسدد مرة أخرى لاعب ألمانيا تسديدة يسارية، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمنتخب أسبانيا، وألغى حكم المباراة هدف لصالح المنتخب الألماني برأسية قوية كانت من اللاعب رودريجر بعد عرضية من الناحية اليمين بداعي التسلل، وسدد لاعب ألمانيا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب أسبانيا وأنقذ مرمى من هدف أول في هذا اللقاء. وكاد المنتخب الألماني أن يسجل الهدف الأول في المباراة بخطأ من حارس مرمى منتخب أسبانيا اللي مرر الكرة بطريقة خاطئة وبتروح للاعب ألمانيا اللي سدد الكرة، ولكن حارس ألمانيا بيتصدى لها ويحولها إلى ركلة ركنية. وسجل موراتا الهدف الأول في الدقيقة 62 من تمريرة عرضية وسددها قوية وسكنت شباك حارس مرمى منتخب ألمانيا، واستضاع البديل فولكورج تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 بعد ما لمس لاعب ألمانيا الكرة وأرسلها إلى فولكورج اللي سدد تسديدة قوية وسكنت شباك حارس مرمى منتخب أسبانيا. وفي النهاية انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي ما بين ألمانيا وأسبانيا في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في المباراة اللي كانت بتقام على استاد البيت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بهدف لكل فريق. ودلوقتي هنروح نشوف صور من مباراة ألمانيا وأسبانيا، فخليكم معانا ما تروحوش في أي حتة، اتفرجوا على الصور وارجعوا لنا تاني.
ورجعنا لكم بعد الصور في ألمانيا بيفرض التعادل على أسبانيا وينعش آماله في كأس العالم قطر 2022. وشوط المدربين هو الشوط الثاني، فتألق مدرب ألمانيا فسجل التعادل، وفشل المدير الفني الأسباني فخسر التقدم في اللقاء وأخذ نقطة من المنتخب الألماني. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ملخص مباراة ألمانيا وأسبانيا في مباراة المجموعة الخامسة في الجولة الثانية على استاد البيت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.